بالمناسبة كنشكر المنظمين وكنشكر الناس ديال أسفي اللي هما فنانة في الأصل. لبليبار مني كان عاشرتهم كنلقى كلهم الأغلبية فنان، كل واحد فنان في جيته، لدرجة أن كتشوف البارح نزلت من جيت هذاك الشيء ديال الخزف، لقيت المرأة كتزوق واحد أسميته بواحد تلقائية وبواحد الفنية. صافي دير بين المرأة الفن في هذه المدينة متجدر وعميق بزاف، لا رجال لا نساه ولا رجاله. وبالنسبة للمهرجان ف ك سميتو المهرجان الأول، فما عندي ما نقول، الله يوفق والله يكمل وباستمرارية إن شاء الله ومن حسن إلى أحسن. المدينة ديال أسفي هي أصلا أنا من المعجبين ومن العشاق ديال أسفي اللي ولافة أنا، لأن اشتغلت فيها بزاف. درنا وأول مسلسل كنا درناه هنايا كان بمناسبة المخرج الطوجني الله يرحمه والسي محمد بن إبراهيم وواحد المجموعة وزهور المعمري الله يشافيها وواحد المجموعة ديال الفنانة، كنا هنايا ودرنا أول مسلسل اللي دار في هذيك الوقيتة. وكان حتى بالنسبة للبيجي ديالو ما كانش شي حاجة، لأن كانت الحلقة ديك الساعة كدار بخمسة المليون حلقة ديال، ولكن احنا تسمى مسلسل ولكن هو في أربعة الحلقات وسميناه مسلسل حيت أول مرة من مورا سميتو ديال الطاهر بالفرياط. من اللي عيط عليا المدير المهرجان وهادي فرحت، لأن العشق ديالي لهذه المدينة كبير وكبير بزاف، لأن فيها الذكريات ديالي مع السكينة ولا مع حتى بالنسبة للأعمال ديالي. السكينة ديال مدينة أسفي اش غنقول لك، الله يعمرها دار، ناس طيبين أخلاق كرماء. أسفي والله ما نعرف علاش بقى ما نعرف ما شي حاجه غامضه، لان ما اسفي خصها واحد الحق، خصها تخاد، لان اولا على الشاطئ، واولا عندها، لان كنا كنجيو ملي كتجي لاسفي كنجيو كتاكل الحوت، يعني هذه السمك جميع اصنافه وجميع انواعه، واللي جا من لهنايا كياخذ كما كنقولوا كياخذ البركه. بارك الله فيك وشكرا لكم ومتمنياتي لكم بالتوفيق والاستمراريه ان شاء الله. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.